ازيكم؟ الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم عن عدم التركيز عند الأطفال. كلنا مثلا ممكن أقول لابني هات لي التليفون، يروح لحد الأوضة ويرجع وما يجيبش حاجة لأنه نسي. ممكن أقول له مثلا هات لي مثلا كوباية من جوه عشان أشرب، يدخل لحد المطبخ وينسى هو كان هيجيب إيه. طبعا كلنا يعني تعرضنا للموقف ده. طيب عايزين ندي حبة طرق كده هنعملها مع أولادنا يزودوا التركيز شوية. هنتكلم عن حبة طرق يزودوا التركيز شوية. أول حاجة إن أنا هخلي أولادي يلعبوا بألعاب يدوية. ألعاب يدوية دي هتساعد على التركيز جدا. زي إيه الألعاب اليدوية؟ زي الميكانو، المكعبات، البازل، تمام؟ حاجة كمان تاني حاجة، أعمل نظام لليوم زي الروتين كده. يعني إيه نظام لليوم؟ زي الجدول، ابني بيصحى من النوم بيعمل 1 2 3، بعد كده بنعمل كذا، زي جدول للطفل، تمام. تالت حاجة ان انا ابعد عن المشتتات. يعني احنا مثلا هندخل نذاكر دلوقتي، ما ينفعش اقعده في اوضة التلفزيون شغال فيها والموبايل عمال يرن جنبه واخته عمالة تتنطط جنبه. يبقى نبعده، هنذاكر دلوقتي احطه في مكان يكون بعيد عن المشتتات، حاجات تشتته ويقعد يبص هنا ويبص هنا. رقم 4، ودي مهمة جدا، ان انا بلاش سهر. السهر غلط جدا للاطفال. يبقى رقم 4، بلاش سهر، ننام في وقت معين كل يوم ويكون بدري، تمام. يبقى بلاش سهر. رقم 5، ان انا اقسم الحاجة. يعني مثلا احنا هنذاكر دلوقتي حاجة معينة، او احنا مثلا هنعمل حاجة معينة، ما ينفعش ادي للطفل 10 تعليمات في نفس الوقت، لا، واحدة واحدة بالتدريج. يبقى نقسم الحاجة. الحاجة لما تكون كبيرة كده قسمها له الأجزاء. هنبدأ الأول مثلا هنركب المكعبات، هنركب 5 مكعبات على بعض، بعد كده هنعمل مثلا بعد ال5 مكعبات هنركب 10 مكعبات. النهاردة مثلا هنذاكر درس العربي، هنذاكر النهاردة نص الدرس، بكرة هيبقى الدرس كله، المرة اللي جاية هيبقوا درسين كده. بنقسم الحاجة. رقم 6، ان انا ممكن اعمل له نشاط زي الرسم والتلوين. الرسم والتلوين بيزودوا التركيز جدا. يبقى الرسم والتلوين بيزودوا التركيز جدا. رقم 7، ودي مهمة، قراية القصص. ان انا اقرأ مع ابني قصة وناقشه فيها. يعني ايه اناقشه فيها؟ يعني احكيها له انا وبعد كده اخليه هو يحكيها لي وابدأ اسأله في القصة، تمام. قراية القصص دي مهمة جدا، يعني ممكن نخلي لها 10 دقايق او ربع ساعة في اليوم، تمام. الحاجة اللي بعد كده، ان انا اخرج. لازم الطفل يكون عنده جانب ترفيهي، خروج وفسح، ان احنا نخرجه ونفسح، ولازم يكون فيه جانب ترفيهي. طبعا الخروج والفسح دي بيكون مش معايا التليفون ولا التاب ولا اي حاجة خاصة بالتكنولوجيا، لان انا خارج اتفسح، اروح مكان العب فيه من غير ما يكون معايا جهاز الطفل يفضل ماسكه وسايب اللعب اللي هو طبيعي ان المفروض يلعبها. اللي بعد كده، ان انا اخلي ابني يمارس اي نوع من انواع الرياضة، تمام، سواء بقى سباحة، كرة قدم، تايكوندو، كاراتيه، على حسب الرياضة اللي هو حاببها، كرة يد، ايا كان نوع الرياضة. الالعاب الرياضية برضو بتزود التركيز جدا. يبقى اخلي ابني يمارس اي نوع من انواع الالعاب الرياضية. دي كانت حبة حاجات طرق تزود التركيز عند ولادنا. اتفقنا؟ نتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامة.